تفاعل الأمير سلطان بن سلمان رئيس السياحة معك كيف كان؟ الأمير سلمان سلطان بن الأمير سلمان سلطان بن سلمان والله أنا أشكر الأمير أمير منطقة المدينة المنورة فيصل بن سلمان، ويعني بصراحة وقفوا معي على يعني وقفوا معي الحمد لله، كان هو ولا سموه الأمير سلطان، سلطان والأمير سلمان فيصل أمير منطقة فيصل بن سلمان أمير فيصل بن منطقة سلمان المدينة معلش المنورة. عفوا، نعم أشكرهم على الشيء اللي سووه معي، يعني طري في هيئة السياحة، كمان شكر خاص لهيئة السياحة، حطوا لك كشك كشك في مهرجان السلام، ها مهرجان السلام في المدينة عندنا، وفي حديقة الملك فهد كمان بيحطوا لك أيوة بعدين كشك دائم إن شاء الله. كشك دائم إن ممتاز، شاء الله الله يعطيهم بإذن الله، العافية. الله يجزاهم الخير يعني. طيب أخيرا، احنا وقتنا داهمنا.